ولايات عديدة شهدت فيضانات كثيرة في ظاهرة تصاحب كل دخول فصل الشتاء أو أولى قطرات المطر. هو ما جعلنا نقصد بلدية الحمامات كون أن المنطقة على جانبها وديان، ما قد يشكل كارثة في حال تساقط الأمطار. لنجد المصالح المعنية في عين المكان. بلوعت هي سبب من الأسباب، هي عدم الاعتناء بها وعدم المداومة في الاعتناء بها، ولكن هذا الخطر الحمد لله المسؤولين تاعنا مواقفين عليها. ورانا كما قلت لك راهي يوميا الوديان تاعنا الحمد لله هم منقيين، والبلوعات كما راكم تشوفوا منقوهم يوميا، خاصة هذولا مع الطريق الوطني، خاطش الوديان احنا في حمامات راهم جايين من الفوق والمياه تجي من الفوق للتحت. تساؤلات كثيرة تطرح حول هذه الظاهرة التي باتت تحصد الأرواح في كل مرة، ليكون المسؤول الأول هو المواطن بسرقة غطاء البلوعات وغياب ثقافة التبليغ والتنظيف. المواطن اللي كان السبب بدرجته الأولى، فلو نقول لك راح تتفاجئي لو نقول لك شنا نصيبه في البلوعات، فقارورات وعدة مواد بلاستيكية، شكون اللي وصلها لهذه المجاري؟ شكون؟ هو المواطن بالدرجة الأولى، ولذلك نهيب بالمواطن الجزائري الذي يخاف على البلدية، يخاف على الوطن تاعو، يخاف على أولاده عندما تجي حملة أن يساعد في حملية التنظيف، وذلك بالتوعية. هو سيناريو يتكرر كل موسم شتاء أو قبل حلوله حتى، ما يستدعي التدخل العاجل والمراقبة وصيانة للبلوعات لحماية المواطن قبل كل شيء.